عليكم. وياكم النازم راشد بن حيدر من شرطة دبي. نعم أستاذ راشد، أثار انتباهنا هذه المركبة، لنا نعرف تفاصيل أكثر عنها. عندنا مشروع الدورية الأمنية ذاتية القيادة، هاي الأولى من نوعها، فيها ثلاث برامج، فيها برنامج تعرف على الوجوه، وجوه المطلوبين وأرقام السيارات المطلوبة والسلوكيات الإجرامية، تعرف عليها وتطرش بلاغ دايركت لغرفة العمليات. تشتغل بالذكاء الاصطناعي، فولي اوتونوموس يعني ذاتية القيادة بالكامل، وفي بالإضافة إلى السوفت ويرز اللي فيها في درون يطلع يغطي المنطقة من الأعلى لما توصل السيارة، ولا إذا ما أماكن ما ترم توصلها السيارة درون يغطيها لما توصل الدورية. شنو هي الحالات التي تستعمل فيها هذه السيارة؟ كان تراك يعني تقدر تحلل السلوكيات الإجرامية، سلوكيات الأفراد، وهاي متخصصة للمناطق السكنية، فتشوف سلوكيات، أسلحة، أي شيء، طرش بلاغ دايركت لغرفة العمليات لينتقلون ضباط ولا أفراد الشرطة. نعم هي بدون سائق، بس كيف يتم التحكم فيها؟ بدون سائق هي ذاتية القيادة تتحكم بروحها، بس يقدرون يأخذون أكسس على التحكم من غرفة العمليات يتحكمون فيها.